أما الآن أخبار الأرصاد الجوية والطقس. نعم، أخبار الطقس تنضم إلينا فيها مجدداً سارة نجيب. إليك سارة. شكراً لكما مشاهدينا، هذه وقفتنا الثالثة والأخيرة وأحوال الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الثلاثاء طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء. وفيما يلي مشاهدينا بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية، ونبدأها بالقاهرة. القاهرة العظمى 16-10، الإسكندرية 15-11، مطروح 14-11، بورسعيد 16-9، والإسماعيلية 16-10. ونذهب إلى السويس. السويس العظمى 16-9، العريش 17-8، طابة 16-8، شرم الشيخ 20-12، والغردقة 20-12. نذهب إلى الأقصر. الأقصر العظمى 19 والصغرى 8، أسوان 20-8، الوادي الجديد 19-4، شلاتين 23-15، وأخيرا حلايب 21-16. والآن مشاهدينا نستعرض معكم بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.